من كاراكاس ينضم الينا عمرو المنيري مراسل الغد. عمرو ابدا معك من حيث انتهيت في التقرير، كيف تبدو انعكاسات ما يحدث اليوم على الشعب في فنزويلا وابناء فنزويلا؟ نعم، ربما الحال صعبة. يحاول الفنزويليين، وهو بطبيعته هو شعب آمن وبسيط. ربما نحن في أحد المناطق المشهورة التي يأتي إليها الشعب لالتقاط الصور التذكارية في هذه المنطقة التي تعتبر أحد المناطق الهامة بالنسبة لهم، وهي منطقة رمزية. لكن الشعب يحاول أن يعيش حياته اليومية بشكل طبيعي، لكن ليس هذا من الممكن. وهم الآن في انتظار أخوان غويدو لإعلان ماذا سيحدث في الأيام القليلة المقبلة، منها إعلان ربما يكون إضراب عام في البلاد. لا نعرف كيف ستكون استجابة الشعب الفنزويلي لهذا، لكن حتى الآن تتصاعد الانضمام لهذه الاحتجاجات والانضمام إلى المعارضة يوما بعد يوم، لأن الجميع الآن في جحيم المشاكل الاقتصادية والضعف الاقتصادي الموجود الآن. قيمة البوليفار نحو قليلة جدا، نتحدث عن كما ذكرت في التقرير 7 دولارات المتوسط الراتب الشهري. عمرو جون بولتون من يعيش هنا يهدد برد قوي وعنيف في حال تم التعرض لأي من الدبلوماسيين الأمريكيين الموجودين في فنزويلا. هل هناك كانت يعني محاولات سابقة لمضايقات لهؤلاء الدبلوماسيين؟ كيف كان رد الفعل الحكومة في فنزويلا على هذه التصريحات؟ لم يصدر أي بيان رسمي أو أي شيء يرد على ما قالته الولايات المتحدة الأمريكية، لكن السفارة الأمريكية حتى الآن ليس هناك عليها أي ضغوط، لم تخرج أي مجموعات لمهاجمتها، لكن ربما يحدث ذلك في الأيام القليلة المقبلة. اليوم يوم أحد وهو عطلة أسبوعية، ربما تبدأ هذه الأحداث ابتداء من يوم غد. لكن حتى الآن هو التخوف في الشعب الفنزويلي الذي تم اعتقال أكثر من 800 شخص حتى الآن منذ اندلاع هذه الأحداث وهي في تصاعد، يخافون تماما من هناك قوات موالية للحكومة تعرف بكولكتيفوس. هؤلاء يرتدون أزيا مدنيا، وهم أكثر من اشتبك مع المظاهرات، وهم أكثر من ربما سدد الرصاص للمتظاهرين، ونتحدث عن أكثر من 25 قتيل في هذه الأحداث. ربما هذه الأحداث يوم غد تتصاعد، نتوقع ذلك سواء من القوات المولية للحكومة أو على الأقل المؤيدين للحكومة. ربما سيخرجون في رالي كبير، في مظاهرة كبيرة لتأييد الرئيس مادورو. في المقابل نتوقع أن ترد عليهم المعارضة بحشود أكثر وأكثر، لكن لا نعرف تماما. على الأقل الحكومة هادئة حتى الآن، ربما لا تريد التصعيد من جانبها ولا تريد أي نوع من الاشتباك مع المظاهرات، وخصوصا أن المظاهرات خرجت يوم أمس ولم يكن هناك أي حالات. لكن على الأقل نتوقع أن تبدأ هذه الأحداث ابتداء من غد وبعد غد. أشكرك جزيلا من كاراكاس عمرو المنيري مراسل الغد.